وتقرير عن الحلقة الماضية ونرجع لكم مع أول موهبة معنا الليلة. نطمح للنجومية والهمه السماوية يا جمهورنا الغالي. والأيام تجريب 30 عام ونفسي من الهم حريبة، إن كان بيعيب فأنا عيب يا الطيب، يا عز رجال لا صار الطيب عيب. كل الشكر لابد نسمع تحايا لهم لأنهم يستاهلون. نبدأ باللي شعل الليلة نيب الحلبي مهندس الصوت، هالجهد ناس ما قصرت تفرز المواهب وجالسة سهرانة، عبد السلام الحربي وعبد الرحمن السيف، نسمع لهم اقوى تحيه. انا سميته ملك الاخراج في برامج الواقع، الحب القلب الجميل محمد ابو اسمع لهم اقوى تحيه. وين يوم يوم قالوا كل غايب ياتي وثر ما قفت بها الايام ما تاتي بها. الله أكبر على الدنيا خذت كم غالي. هوا يا هلا يا هلا يا هلا، صبحت بالخير، انت برهني وانا ابوك. يا هلا يا مرحبا يا سلامي يا عيال القبايل، لا يجون الفيل ولا ريا، أربعة منا عن أربع قبايل. أنا من عندي تستاهل كل خير ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليك، انا بطلق عليك جوكر جوكر المسرح. يا سلام ما شاء الله اشوفك ترى على ذكرى والله العظيم هذه اول. طيبين القصيده الزين بادا وراه عاين عدل شاف بمنطوقه. مشعل مشعل يا ابو يا ابن اشتري ذا لا تعطي. لا لا في خاطرك شيء وانا تعلمني يعني بس كذا داق كنت ابغى شيء ولا ابغى شيء الحين. انت بس العين قوتي طمع. انا شبي في خوه انسان محتال ولا شبي بمعذربين المثالي ان كان نايف القحطاني. الف مبروك يستاهل يستاهل نايف القحطاني، الف مبروك. المركز الثاني نجم باك ستيج حصل عليها عبد الله بن سلطان، الف مبروك يستاهل. عبد الله تفضل. الليله حصلوا على 3000 نقطه استاهلوا. عبد الله الكمي الف مبروك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما شفت تقرير الحلقه الماضيه. نسمع تحيه للاستاذ نور الشهري على هالابداعات اللي قدمها.